مؤخرا تعرض المغرب واحد انتكاسه كبيره بسبب زلزال الحوس اللي ادى لوفيات عدد مهم من المغاربه تعمدهم الله وبرحمته، لكن الحمد لله الاخبار المتتاليه اللي جات على المغرب اللي كانت اولها تنظيم كاس افريقيا للامم 2025 وكاس العالم 2030. بصراحه انا كنعتبر كاس الامم الافريقيه كيف ما كنقولوا امتحان تجريبي. اكيد انا متاكد ان المغاربه والمسؤولين غادي ينجحوا في التنظيم وغادي يكونوا بعد الهفوات، وبعد عندنا امامنا 5 سنين تقريبا باش هذوك الهفوات يتصلحوا، وهنا ان شاء الله غيكون واحد اللي غادي يجلب لنا واحد البنيه التحتيه قويه للمغرب. وكاين حتى بعض الدول اللي حيتهافتوا الاستثمار هنا في جميع المجالات، واهم الناس اللي كنعتبرهم انهم عينهم الان على المغرب هما الصينيين، بحكم ان المغرب الان لابد ما يسرع الوتيره ديالو في البوراق اللي مفروض يوصل حتى لاكادير. فهذه فرصه ذهبيه للشركات الصينيه انها تقدم عروض قويه ومشجعه حتى الناس المسؤولين يتعاملوا معاهم في المسائل تبع البنيه التحتيه. اما بالنسبه للاستثمارات فالحمد لله، فكما قال السيد الوزير اليوم اننا 15 عام هذه قبل ما كان عندنا والو، الان بدينا الحمد لله شادين الطريق ومازال الطريق كاين الامام، ومتاكد ان من بعد 2030 الاوضاع غتكون احسن من قبل.